اختصاص الصيدلة يزود الطلاب بالمعارف التي تمكنهم من التعامل بفعالية مع الدواء ومع المريض، ولكن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة بشأن دراسة الصيدلة وأيضاً ممارستها. اليوم سنتعرف على هذه الاعتقادات وسنتعرف أيضاً على اختصاص الصيدلة. ما هي المجالات التي يمكن أن يعمل بها الطالب بعد التخرج؟ ابتداء من ممارسته لوصف أو صرف اللي هو الدواء في صيدليات المجتمع أو حتى الصيدليات في المستشفيات، هذا قطاع مهم جدا، والكثير من الصيادل الخريجين بيذهبوا لهذا اللي هو القطاع وممارسوا المهنة في قطاع اللي هو صرف الدواء في الصيدليات، بالإضافة للاستشارات اللي هو الصيدلانية داخل اللي هو الصيدليات، سواء صيدلية المجتمع أو حتى اللي هو صيدلية اللي هو المستشفى. المجال الآخر اللي هو المجال الصيدلة السرية، ممارسة اللي هو الصيدلة السرية، وهذا يعني بمعنى آخر بكون الصيدلاني في جزء من الفريق الطبي، مصاحب للطبيب، وأكيد اللي هو مكمل لهم أيضا اللي هو الممرض. فالطبيب هو المشخص للمرض، والصيدلاني هو الواصف المحترف للدواء الأنسب لعلاج اللي هو هذا المرض، بالتنسيق أكيد والتعاون مع اللي هو الطبيب بشكل عام لوصف اللي هو الدواء اللي هو الأنسب. قطاع اللي هو الثالث خلينا نحكي اللي هو قطاع الترويج الصيدلاني، ترويج الصيدلاني والدعاية الصيدلانية. الكثير من الصيادلة الخريجين أيضا يعملوا في هذا اللي هو المجال. الجانب الرابع خلينا نحكي عنه، وهو جانب مهم جدا حقيقة يعني معنى آخر، وهو أصل اللي هو الصيدلي اللي هو قطاع الصناعات الدوائية. هناك صورة ذهنية لدى الناس بأن الطالب أو الشخص الذي يدرس الصيدلة في النهاية سيبيع في صيدلية وأنه هو فقط بائع أدوية، هل يمكن أن توضح لنا أكثر حول هذه الصورة النمطية؟ الصيدلاني خبير الدواء، خبير الدواء يعلم كل شيء متعلق باللي هو الدواء، من تصنيعه لا تطويره لا الرقابة النوعية لا استخدامه لا استخدامه كعلاج للمريض لوصفه وصرفه للمريض ومتابعة حتى اللي هو المريض. طبيعة المواد مين لي أكثر شيء الصيدلة بتركز على فرع الكيمياء. طيب هلا إلها خاص بالنباتات وبالحيوانات، بس أكثر شيء الكيمياء، لأنه إحنا نهتم طبعاً الصيدلة تهتم بالعقاقير تهتم بالأدوية وبكل شيء، فالأدوية لازم تكون معادلاتها أو قوانينها كلها تتعلق بالكيمياء. يعني ما فيك تعمل أكتشوال دواء بدون ما تكون مثلاً عندك إلمام كامل بالكيمياء. هلا في عندك بالنباتات بداية تبلش بالمادة اسمها علم النباتات الفارماكوجنسي، هاي بتشوف المواد النبات الأدوية الطبيعية اللي بتيجي دايركتلي من الطبيعة من النباتات، وفي كمان تدخل معها الحيوان. طبعا هلا في كمان البيولوجي علم الأحياء والفسيولوجي والأناتومي. الصيدلة هي كمية الحفظ الهائلة والمعلومات الفظيعة اللي بتكون بتطلب الطالب يحفظها قبل الامتحانات، بتطلب صبر كتير وجهد وتعب كتير كتير كتير، وعن جد عشان يقدر الواحد إنه هو يكمل في الصيدلة بده يكون عن جد حاببها. يعني نصيحة مني لكل طلاب الصيدلة إنه ما تفوت صيدلة إلا لو أنت عن جد مقتنع وحابب الصيدلة. من أهم الصفات اللي لازم يعني يجب أن يتمتع بها سواء كان الطالب الصيدلي أو بعد ما يتخرج إن شاء الله بيصير صيدلاني، من أهمها لازم يكون الصبر والمثابرة، يعني هذول الأشياء بيختلفوا صراحة. بعدين لازم يكون الصيدلاني عنده دقة عالية صراحة، مش عادية، لأنه نحن عم نحكي مرات عن يعني كميات بسيطة ميليغرامز من مواد فعالة، ممكن دوسز تختلف لا سمح الله، ممكن نسبب للمريض مضاعفات أو ممكن مرات يعني تودي بحياة المرضى. كمان لازم يكون عنده حب التعلم. علم الصيدلة يعني عم بتطور صراحة، إذا مش بدي أحكي لك كل يوم مرات كل ساعة عم نسمع أشياء جديدة، نفس اليوم ممكن مرات نسمع يعني تطورات جديدة سواء كان بعملية التطوير عملية تطويرية أو عملية تطبيقية أو على كلينيكال ترايلز أو يعني بكل مجالات كلية الصيدلة، في كل يوم في تطورات جديدة، فلازم عنده الصيدلاني يكون يعني حب تعلم لها، يكون متابع للتطورات بعلم الصيدلة. التحديات اللي بتواجه خلينا نحكي اللي هو الخريجين، متطلبات الشركات
بعض الشركات بأنه بحاجة لموظفين ذو خبرات، وخريج طبعاً ما بيكون عنده خبرة، فهذا الشيء طبعاً بيضعه بأنه بيقلل من فرص العمل، فبيضطر أنه هو يشتغل فقط في الصيدلية. أيضاً من التحديات اللي بتواجه الخريجين بأنه بعض المجالات غير موجودة في الوطن العربي، فبيقتصر فقط أنه هو يشتغل في الصيدلية. إذا كانت دراسة الصيدلة تحتاج للحفظ والتحليل، فإن العمل في الصيدلة يحتاج للمثابرة والدقة والاطلاع على كل جديد. ويبقى لنا أن نقول بأن مفتاح النجاح هو العمل بشغف. أمل شاهين، سكاي نيوز عربية.